أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ميلاد أمير المؤمنين ويعسوب الدين الإمام علي بن أبي طالب وحفيده تقي العباد الإمام محمد الجواد صلوات الله عليهما. جعلنا الله وإياكم من شيعتهما في الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. خلق الله الدنيا وجعلها دار فناء وزوال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، وأرادها سبحانه أن تكون مزرعة للآخرة يزرع فيها الإنسان أعماله الصالحة أو الطالحة، ليجد نتيجة ذلك الزرع في الآخرة وخصوصا في يوم المعاد. ولذا حثنا سبحانه وتعالى في كتابه المجيد على فعل الخير، على أن نفعل، على أن نتزود، إذ قال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وعلى أن نفعل ما يمكننا من الصالحات، فإننا لا ندري أي فعل صالح يضمن لنا النجاة غدا. بتعبير أوضح، لا يدري الإنسان أي حسنة قد تسبب نجاته في ذلك اليوم العسير. ولذا وردت رواية من أجمل الروايات، وكل روايات أهل البيت جميلة، في كتاب الخصال للصدوق رحمه الله، عن إمامنا الباقر، عن أبيه السجاد، عن أبيه الحسين سلام الله عليهم أجمعين، عن أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه قال: إن الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة. الإمام يتكلم عن أربع أمور الله تعالى أخفاها في أربعة أمور أخرى. إن الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة: أخفى رضاه في طاعته، يعني أخفى ثوابه. رضا الله سبحانه وتعالى هو ثوابه وجنته. يقول عليه السلام: أخفى رضاه في طاعته فلا تستصغرن شيئا من طاعته. يعني أيها الإنسان، إنك لا تدري أي حسنة تسبب لك النجاة غدا وتدخلك الجنة. أحيانا قد تقوم أيها الإنسان بحسنة تظنها صغيرة ولكنها بعين الله كبيرة، فكل حسنة عند الله كبيرة. إذن لا تستصغرن شيئا من طاعته، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم. هذا قول الإمام عليه السلام. ثم قال: وأخفى سخطه في معصيته. سخط الله يعني شو؟ يعني غضب الله عز وجل. أخفى الغضب أي عقوبة الله، أخفى النيران وما أعده من عقوبة للعاصين، أخفى سخطه في معصيته فلا يدري، فلا تستصغرن شيئا من معصيته. أيها الإنسان، إياك أن تستصغر شيئا من المعاصي
وتظن أن هذه المعصية أو تلك مغفورة لك. لا، ليش؟ يقول: فربما وافق سخطه معصيته وأنت لا تعلم. أنت ما بتعرف، ربما ارتكبت ذنبا يسبب لك الهلاك يوم القيامة، ذنبا يجرك إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. نستغفر الله من جميع الذنوب ونتوب إليه. ثم قال عليه السلام: وأخفى إجابته في دعوته، يعني أخفى الإجابة في الدعاء، فلا تستصغرن شيئا من دعائه. لا تستصغر دعاء من الأدعية، دائما توجه إلى الله بأدعيتك ولا تستصغر هذه الأدعية. يقول: فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم. أنت ما بتعرف متى يستجيب الله ومتى لا يستجيب، ما بتعرف. أنت عليك أن تدعو وعلى الله الإجابة، وهو القائل: ادعوني أستجب لكم. فلا تمل من الدعاء ولا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وفرجه إن طالت عليك الإجابة، فإن الله تعالى أحياناً يطيل بالإجابة لأنه يحب أن يسمع صوتك، كما ورد في الرواية في أكثر من رواية. ولنا في زكريا عليه السلام، ولنا في زكريا سلام الله عليه مثلاً حسناً، أن بزكريا عليه السلام قدوة حسنة، إذ أنه كان يدعو ويدعو ولم يمل من الدعاء، مع أنه لو نظرنا إلى زكريا عليه السلام لقلنا له: يا زكريا كفى، يا زكريا ألا آن لك أن تيأس؟ ليش بده ييأس؟ لأنه كان كبيرا في السن، قد اشتعل رأسه شيبة، وكانت امرأته عاقرة، ومع ذلك كان يدعو: ربي هب لي من لدنك وليا. فكأنه يقول عليه السلام بلسان الحال: أنا لا أيأس من رحمة ربي ولا أيأس من إجابته، سأدعو إلى أن يجيبني الله سبحانه وتعالى، وأن كانت الأسباب المادية ضدي، وأن كانت الأسباب المادية علي وليست لي. وبالفعل أجابه الله. فالإمام يقول عليه السلام: لا تستصغرن، فلا تستصغرن شيئا من دعائه، فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم. هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع يقول: وأخفى وليه في عباده. أولياء الله مخفيون، لا تدري من الولي بين الناس، ما بتعرفهم. ربما ترى شخصا تظنه من الناس العاديين، بل قد تظنه أنه أقل منك منزلة، ولكنه ربما هو من أصحاب الأسرار، ربما هو ممن يحمل الاسم الأعظم وأنت لا تدري. لذا يقول الإمام: وأخفى وليه في عباده، فلا تستصغرن عبدا من عبيد الله. ما تستصغر أحد، لا تحقر أحد، فربما يكون وليه وأنت لا تعلم. إذن الله سبحانه وتعالى حثنا على فعل الخير، ولذا في سورتنا بهذا المفهوم أنه ينبغي على المؤمن أن ينتهز الفرص وأن يفعل ما يتمكن من الصالحات ليتزود للآخرة، وخصوصا ليوم المعاد، إذ يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الآية واضحة جدا، فيها حث على فعل كل الخير، على فعل كل الصالحات، ولكن تجد الله سبحانه وتعالى يخصص بالذكر فعلين من الأفعال، وهما الصلاة والزكاة، يؤكد على إقامة الصلاة وعلى إيتاء الزكاة. وهذا إن دل على شيء دل على عظمة هذين الفعلين، فكل فعل من هذين الفعلين يرمز إلى شيء. أما إقامة الصلاة
فهي ترمز إلى علاقتك بالله سبحانه وتعالى. وأما إيتاء الزكاة فترمز إلى علاقتك ببني نوحك. وهذان الفعلان كل واحد منهما يرتبط بالآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر، بحيث أن الله تعالى لا يقبل صلاة دون زكاة، وكذلك لا يقبل زكاة دون صلاة. كيف؟ نجي أولا إلى الصلاة. ورد في الخبر عن رسول الله، الخبر المشهور عن النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، انه قال: الصلاة عمود الدين، ان قبلت قبل ما سواها، وان ردت رد ما سواها. شوف هالرواية العظيمة التي سمعناها من قبل وطالما قرأناها، الصلاة عمود الدين. النبي بيشبه لنا الدين بالخيمة. هل رأيت خيمة تقوم دون عمود؟ أبدا. إذا ما في عمود الخيمة تطيح، تسقط. وكذلك الدين، الدين يعتمد على الصلاة، فمن لا صلاة له يطيح، يسقط دينه. وهون في رد على من يزعم بأنه قريب من الله أو أنه يقيم علاقة مع الله سبحانه وتعالى دون صلاة. في بعض الناس تسمعهم يقولون: نحن لا نحتاج إلى صلاة. لما لا تحتاج إلى صلاة؟ يقول: أنا قريب من الله، أنا أذكر الله تعالى بقلبي، أذكره عز وجل بطريقة خاصة، وأنا عندي علاقة خاصة مع رب العالمين. النبي صلى الله عليه وآله يكذب هذا القول. أبداً، ما عندك علاقة بالله تعالى، لا علاقة لك إن لم تقم الصلاة. فالصلاة عمود الدين، إذا ما في صلاة يعني الدين ماذا؟ يسقط، يطيح. فلا يمكن أن تقيم علاقة مع رب العالمين إلا إذا أقمت الصلاة. ثم يقول: إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. طيب، الزكاة هي سوى الصلاة، فإذا من لا يصلي حتى لو دفع الزكاة لا تقبل زكاته. بالمقابل، ورد في الخبر أن الله تعالى لا يقبل صلاة مانع الزكاة. فكأنه عز وجل يقول: أنا لا أرتضي أن تقيم علاقة معي أيها الإنسان إن لم ترعى بني نوعك، إن لم تنظر إلى نظرائك في الخلق. فإن أردت أن أقبلك، إن أردت أن تتقرب إلي بالصلاة، فلا بد أن تعتني بعبادي من خلال الزكاة. وهذا المضمون طبعا ورد في عدة روايات، منها رواية عن إمامنا الصادق عليه السلام أيضا في كتاب الخصال، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة. في ثمان أشخاص الله جل جلاله لا يقبل صلاته. من هم هؤلاء؟ يقول: الأول العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه. العبد إذا فر من مولاه الله تعالى لا يقبل صلاته إلى أن يعود إلى المولى. وهون لابد أن نسأل سؤالا: إذا كان هذا حال العبد الذي يفر من سيده الذي هو مثله، يعني عبد غير معصوم يفر من سيد غير معصوم لا يقبل الله له صلاة، فما حال عباد الله الذين أبقوا عن مولاهم عليا صلوات الله وسلامه عليه؟ ما حال العباد الذين أنكروا ولاية ساداتهم أمير المؤمنين وولده سلام الله عليهم؟ هؤلاء يقبل الله لهم صلاة أم لا؟ هذا الصنف الأول. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله: الثاني والناشز عن زوجها وهو عليها صاخب. المرأة الناشزة
هي التي تمتنع عن أداء حقوق زوجها الواجبة عليها، مثل حق الفراش والخروج من البيت بدون إذنه إلى آخره، مثل أن لا تخرج من البيت بدون إذنه. فالناشزة إذا كان زوجها ساخط عليها لا يقبل الله لها صلاة. فكأن الشريعة تحث المرأة الناشزة على ماذا؟ على أن تصلح علاقتها مع زوجها كي يقبل الله منها عباداتها. ثم يقول عليه السلام صلى الله عليه وآله: ومانع الزكاة. وهذا اللي أكدنا عليه، أنه من يمنع الزكاة لا تقبل صلاته. قال: وتارك الوضوء. طبيعي، من يترك الوضوء لا تصح صلاته من ناحية فقهية، فكيف تقبل صلاته؟ قال: والجارية المدركة تصلي بغير خمار. يعني البنت إذا وصلت إلى حد البلوغ، البنت تبلغ عندما يصبح عمرها 9 سنوات قمرية، يعني تقريباً 8 سنوات ونص شمسية. النبي يقول إذا صلت البنت بعد ما تصل إلى حد البلوغ بدون خمار، دون أن تغطي رأسها وشعرها، فصلاتها غير مقبولة. طبيعي، ليش؟ لأن المرأة إذا وقفت بين يدي ربها وجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين إن لم تكن في محضر أجنبي. أما إذا كان الأجنبي حاضر بحيث يراها فلا بد أن تستر القدمين أيضا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله: وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون. شخص عم يصلي والناس لا تريده أن يكون إماما لهم، ولكن يفرض نفسه عليهم، لا بد أن تأتموا به، هذا أيضا لا تقبل صلاته. قال: والزبيل. هون سئل صلى الله عليه وآله، قيل: يا رسول الله، وما الزبيل؟ قال: الذي يدافع البول والغائط أجلكم الله. إذا أيضا لا تقبل صلاته. ليش؟ لأنه في تلك الحال لن يتوجه إلى الله تعالى بصلاته، ولذا ورد أنه مكروه أن يكون الإنسان بتلك الحال يدافع الأخبثين وهو يصلي. قال صلى الله عليه وآله: والسكران، فهؤلاء كلهم لا تقبل منهم صلاة. إذن الله جل جلاله لا يقبل صلاة مانع الزكاة، ولا يقبل زكاة تارك الصلاة، لابد من الإتيان بالأمرين معا. هنا نستأذنكم حتى ننتقل إلى اللغة الإنجليزية بعد صلاة على محمد وآل محمد.